السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف شوية، ليه علاقة بمديرين الجيمات أو الأونرز بتوع الجيمات، وهو موضوع التارجت. لأن الموضوع ده بنشوف فيه كمية عشوائية كبيرة، وفعلا هي بتأثر على البي تي أو البيرسونال تريننج في الكوميونيتي كله، يعني بيبوظ الموضوع. خلينا نفهم الموضوع ببساطة. مبدئيا أنت لما بتحدد تارجت للمدربين بتوعك او اداره التدريب، المفروض تدخل فلوس قد ايه؟ الموضوع ده مش عشوائي، ملوش علاقه اصل الجيم اللي جنبنا بيدخل 300,000 انا دخل 300,000، ملوش علاقه اصلا عليا اقساط ب 300,000 فانا عايز 300,000. الكلام ده يا جماعه عشوائي. تحديد التارجت يعني ليه حسابات، ليه اسس مرتبطه بالهيستوري، يعني الماضي بتاعك، كنت بتدخل قد ايه، الموسم اللي انت بتتكلم فيه. لازم تبقى فاهم كويس قوي ان النسبة العالمية كام في المية من الاعضاء هيشتروا بيرسونال تريننج، هي من 10 ل 15%. نسبة الناس اللي بتجدد مع المدرب هي حوالي 50%، وهكذا. يعني هي ليها حسبة. ففكرة ان انا احط تارجت كبير قوي اجريسيف وخلاص، متخيل ان انا كده بحمس الناس او بضغط عليهم، طبعا كلام مش مظبوط. ولو احنا بنفكر فعلا ازاي البيزنس بتاعك ينجح، لازم تفهم ان الضغط بشكل عشوائي، انا بتكلم بشكل عشوائي، او ان انت تحط تارجت كبير قوي وخلاص من غير ما تدرسها، تخلي المدربين اللي عندك بياعين مش مدربين. واللي بيقدر ينجح ويكمل معاك الشخص اللي بينصب وبيبيع وخلاص. فكرة اللي انا اعرف ابيع كتير ملهاش اي علاقة اللي انا مدرب شاطر. انما اللي احنا فعليا بنشوفه معظم الجيمات سوق، ان المدرب بيمرن 5 في وقت 1 و4 في وقت 1، والسيشن زي الزفت وما فيهاش اي بيرسونال تريننج بيحصل، وانت كصاحب شغل عارف ان الدنيا مليانه عك بره، بس مش فارق معاك. انت كواحد مدير فتنس فاهم كويس قوي كميه العك اللي بره، والناس ازاي بتدخل في بعض، واللي بيتمرن مع اولاده، والاتنين صحاب، والواحد بيتمرن من بعيد وهكذا. وراضي على الجانب الاخلاقي طبعا ده غلط جدا، بس حتى على جانب البيزنس عشان تبقى فاهم ده هيبوظ المكان. في اماكن كبيره جدا والسيشنز فيها زي الزفت، والمدربين فيهم بيدوا سيشن زي الطين. فممكن جدا تلاقي واحد محترم في مكان صغير، بس الناس فعلا بيدي سيشن بشكل محترم، وفعلا بيعمل اسم، وفعلا بيدخل فلوس للمكان. فما تبصش للفلوس اللي تحت رجليك دلوقتي وانت فاهم ان التارجت العشوائي اللي انت حاطه ده هيخلي الناس تدخل الناس في بعض وتمرن مجموعات مش بيتي خالص، لان ده هيأثر عمر الجيم بتاعك. في نفس الوقت لازم تبقى متأكد ان كتر الضغط على الناس حاجة من الاتنين، يا اما هيبيع وخلاص، يا اما هيزهق وهيسيبك وهيدور على حاجة منطقية اكتر يشتغل فيها، لان هو عايز يشتغل السيشن بشكل معقول. فتاني حط تارجت منطقي معقول محسوب، بيتراوح على حسب اسعار المكان بتاعك، على حسب مستوى الناس اللي معاك. يعني لازم فعلا حد بيفهم يحطه، مش تارجت وخلاص والمدرب بقى يتشقلب يبيع اعضائه على الفلور علشان يعرف يبيع سيشنز للناس. الموضوع ده مهم جدا، وبوظ سمعه ومكانه مدربين كتير قوي. وفي مدربين كتير قوي شفناهم محترمين وكويسين قلبوا بياعين جائلين بيبيعوا اي حاجة وخلاص، والسيشنز بقت زي الزفت. فلو احنا فعلا عايز تحسن من الجيم بتاعك او تحسن من التيم بتاعك، فكر كويس قوي في التارجت قبل ما تحطه. حط رقم منطقي، تأكد ان السيشنز فعلا محترمة، والبيرسونال تريننج بيرسونال تريننج، واقفين مع الناس بيمرنوهم مش مجموعات كومبارس بيمرنوا 100 مع بعض. ناخد بالنا من الموضوع ده علشان فعلا المكان بتاعك يكبر. فتارجت عشوائي بلاش، ضغط على المدربين وخلاص بلاش. لازم الرقم يبقى منطقي، والكواليتي دايما هي اللي مع الوقت هتدخلك فلوس مش العدد وخلاص. شكرا.